وأخيراً وبعد طول انتظار إلى كهفنا عدنا لنبدأ بحول الله تعالى تصوير الموسم الجديد من برنامجنا غموض. وأعتذر أصدقائي عن هذا الغياب الطويل، فالوصول إلى كهفنا هذا يصعب جداً في فترة الشتاء القاسية هذه، وآمل أن يكون ما في جعبتي لهذا الموسم التعويض المناسب لكم ولانتظاركم الطويل. المهم، بدأنا اليوم بالتصوير، وأولى حلقاتنا تبدأ الاثنين المقبل إن شاء الله، لأنني سأخصص هذا الاثنين لقضية هامة جداً طلب مني مئات الأصدقاء التطرق لها والبحث في حقيقتها. وهنا دعوني أغتنم الفرصة ليتقدم باسمي واسم فريق عمل هذه القناة وباسمكم بأحر التعازي لكل أمتنا، وخصوصاً لأهل الطفل المغربي المرحوم ريان، الذي أثار فقده حالة من الألم الشديد في قلوبنا كلنا، تماماً كالحالة التي تصيبنا عندما نرى معاناة أي طفل في أي بلد عربي وغير عربي، وخصوصاً في اليمن أو فلسطين أو سوريا أو العراق أو لبنان، حيث تخيم الحروب والكوارث الاقتصادية ويدفع أطفالنا ثمناً لا ذنب لهم فيه، وسكوتنا عن نشر مظلوميتهم وتحريك قضاياهم بأي طريقة ممكنة سنحاسب عليه أمام الله. وبالنسبة للأصدقاء والرسائل الكثيرة التي طلبت مني التكلم في حقيقة قصة الطفل ريان، كارثة تابعناها كلنا بقلق أملاً بنهاية سعيدة، ولكن للأسف كانت بعكس ما أردنا، وتوفي الطفل ريان وانتهت القصة وأغلق الملف. أعتذر، لا أجد أي داع للاستثمار بجرح أهل أصيبوا بفقد مؤلم، وخصوصا أنه لا هدف من هكذا طرح سوى ركوب موجة الترند غير آبهم بمشاعر الأهل وروح هذا الطفل البريء. ولكن سنركب موجات أخرى، لماذا؟ لتوضيح بعض الحقائق في قضايا عالقة حتى الآن، ومحاولة وضع حد للتداولات العبثية. أما في قضية اليوم، فهناك وسط الضجة الإعلامية الكبيرة على مختلف المنصات أم مفجوعة، فلنرى ولنطرح الحقيقة حتى الآن في قضية الشاب المغربي التهامي بناني. الأثر ديال الزمن، الأثر ديال الحزن. قضية شاب مغربي تعود للشاب المغربي التهامي بناني. إذن أصدقائي، نزولا عند طلب العديد منكم وبعد الضجة التي أثيرت وما زالت تثار حول واحد من أكثر المواضيع الاختفاء جدلا في المغرب الحبيب، بل في العالم العربي ككل، ورغبة مني في مشاركة الأم الصابرة المحتسبة الأستاذة حياة العالمي بعضا من مشاعر المواساة، مسبوقة بالاحترام الشديد لثباتها طوال السنين 15. ستكون حلقتنا هذا الاثنين لتسليط الضوء على هذه القضية المؤلمة ولتبيان الحقائق الرسمية منها فقط حتى الآن في قضية الشاب المغربي تهامي بناني. التهامي بناني شاب من مدينة المحمدية وسط المغرب، كان في 17 من عمره عندما خرج ذات ليلة من منزل ذويه وتحت أنظار الوالدة المفجوعة ولم يعد. يعود عمر قضية التهامي بناني إلى ما يقارب 15 عاماً، وعادت إلى الواجهة مؤخراً بفضل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. أحداث القصة بدأت في 14 من مارس عام 2007. تقول الأم حياة في الرواية التي تناولتها مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية كسكاي نيوز والعربية وغيرها، أن ابنها التهامي خرج في تلك الليلة برفقة أصدقائه في سيارة أحدهم ليمضي الليل ولا يعود الشاب ولا يسمع عنه أي خبر. في اليوم التالي خرجت الأم في رحلة بحث عن ابنها، وبالطبع أخبرت السلطات المختصة بما شهدته في آخر اللحظات التي رأت ابنها فيها، إلا أن المفارقة كانت أن الأصدقاء الثلاثة الذين أكدوا للأم في بداية البحث أن التهامي كان معهم، إلا أنهم افترقوا ولم يعرفوا أين ذهب، قالوا في التحقيقات الأولية أنهم لم يروا الشاب أو يلتقوا به حتى في يوم الاختفاء. هذا الأمر أثار شكوك الأم، فهي رأت بأم عينها ذهاب ابنها معهم. استمر الأخذ والرد في موضوع اختفاء الشاب وعلاقة الشباب الثلاثة طيلة 12 عاماً حتى سبتمبر من العام 2019، عندما تم تحديد سبب الوفاة واتهام الأصدقاء الثلاثة بتهمة القتل وإخفاء الجثة. أما في تفاصيل التحقيقات، فبحسب ما نقلت وكالة هيس بريس في موقعها، أن المتهمين الثلاثة والذين سنتكتم عن ذكر أسمائهم لعدم انتهاء التحقيقات وإغلاق القضية
قد أحيلوا إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 15 من سبتمبر عام 2019 بتهمة الاشتباه بموت واختفاء الشاب التهامي. وفي تفاصيل محاضر الاعتراف فقد أدلى المتهمين الثلاثة بتفاصيل الواقع، حيث أخبر المحققين أنهم خرجوا برفقة المجني عليهم ليلة الحادث بسيارة أحدهم قاصدين التسلية والتنويه عن النفس. يجدر بي أن أذكر أن المتهمين في بادئ الأمر حاولوا الهروب من تحمل المسؤولية وإنكار كثير من المعطيات، إلى أن نتائج تحليل الهواتف ومتابعة خط سيرهم باستخدام نظام التموضع الجغرافي GPS حدت بالمتهمين إلى الاعتراف بما جرى. نكمل. تابع الأصدقاء الثلاثة برفقة التهامي البحث عن التسلية حتى وصل الأمر إلى شرائهم مخدر إكستازي بكميات كبيرة ليقوموا بعدها باستهلاكها بشكل خطير، ما تسبب بالطبع في دخولهم في حالة من الهلوسة أو ما شابه. إلا أن الأثر الأكبر بحسب ما ذكرته محاضر التحقيقات نقلا عن المتهمين الثلاثة كان على التهامي بناني الذي أصيب بأعراض هستيرية خطيرة وغيابه عن الوعي. بقي الشباب برفقة التهامي على أمل استعادة وعيه وتابعوا القيادة وصولا إلى منطقة سيدي رحال، إلى أن الشاب التهامي لم يستعد الوعي بل فارق الحياة. أمام رعب اللحظة وخوفا من العقاب بحسب دفاع المتهمين، قام الشباب بالتخلص من الجثة في منطقة رملية قرب غابة مطلة على شاطئ واد مزرك، وعادوا أدراجهم إلى المحمدية ليقولوا في اليوم التالي أنهم لم يكونوا مع الشاب الفقيد. بالطبع بعد الحصول على الاعترافات تم إبلاغ الأم التي كانت تتأمل عودة الغائب بعد 12 عاما أن ولدها قد مات جراء جرعة مخدرات زائدة، وقام أصدقاؤه بالتخلص من الجثة، إلا أن الأم ترفض فكرة أن ابنها قد مات جراء جرعة زائدة بحسب ما ورد في موقع العربية، بل وتطالب بإعادة التحقيق والحصول على الجثة. ولكن المأساة الأكبر أن لا جثة يمكن الاعتماد عليها لكشف حقيقة ما حدث. لماذا؟ اسمعوا التالي. بحسب موقع هيسبريس ونقلا عن مصدر أمني له علاقة بالقضية، فإن الشرطة القضائية قامت بمراجعة مصالح الدرك الملكي الذين بدورهم عاينوا المنطقة التي قال المتهمون أنهم تخلصوا من الجثة هناك، وقاموا بالتواصل مع مركز الطب الشرعي في المنطقة للتأكد من وصول جثة مجهولة. والجواب في تاريخ 3 من أبريل عام 2007، أي بعد حوالي الأسبوعين من الاختفاء، تم اكتشاف جثة في تلك المنطقة من قبل الدرك، وتم نقلها بالفعل إلى مركز الطب الشرعي بضواحي الدار البيضاء. وبحسب هيسبريس فإن المسؤول عن المركز زودت في ذلك الوقت عناصر الدرك بصور للجثة التي لم تكن تحمل أي أوراق ثبوتية وكانت في حالة تحلل متقدمة. هذه الصور تم عرضها بعد الحصول على اعترافات المتهمين على الوالدة والأخ اللذين أكدا بدورهما أن الجثة تعود للتهامي بناني بعد تعرفهما على الملابس والحذاء اللذين كان يرتديهما ليلة اختفائه. ولكن للأسف إلى الآن لا أثر لهذه الجثة سوى مجموعة الصور القديمة. فكما ذكرنا الجثة التي حملت الرقم 440 في مركز الطب الشرعي كانت متحللة بشكل كبير عند اكتشافها، وبذلك أصبحت إمكانية التعرف على ملامحها عملية شبه مستحيلة. إلى أن السلطات لم تيأس بل تابعت البحث وتوجهت إلى مقبرة الرحمة المخصصة لمجهولي الهوية، ولكن طول المدة الزمنية وعدم تحديد وتمييز أماكن قبور الجثث المجهولة الهوية حالت دون اكتشاف مكان القبر، وبالتالي دون الحصول على ما تبقى من الجثة. وأكملت السلطات عملها فأخذت عينات من الحمض النووي للوالدة وشقيق الضحية بحسب موقع هيسبريس بغية مطابقتها مع العينات التي أخذت من الجثة في أبريل من العام 2007، إلا أنه وبحسب تقرير مختبر الحمض النووي تعذر تحديد الحمض النووي للجثة بسبب حالة التفسخ والتحلل وطول المدة الزمنية قبل الاكتشاف. أما فيما يخص المتهمين فإن محكمة الاستئناف قررت تأجيل المحاكمة إلى 23 فبراير. هذه هي القصة باختصار، إلا أن ما يزيد من ألم الأم التي لم تبرد قلبها بمعرفة مصير ابنها النهائي هو الإشاعات والمكالمات التي ترد إلى الأم
والتي تزعم رؤية ابنها التهامي في عدد من المدن المغربية، ولعل أشهرها تلك الإشاعة التي تفيد بأن التهامي بناني شوهد مؤخرا في مدينة الحسيمة، رغم اعتراف المتهمين الثلاثة بأن الشاب قد مات منذ 15 عاما. فرحمة بقلب هذه السيدة الفاضلة التي بقيت متمسكة بحبال الأمل 12 عاما، علها تكحل نظريها بمرأى ابنها، ورأفة بقلبها المفجوع بخبر وفاة فلذة كبدها دون وداع، واحتراما لمساعيها الحثيثة في الكشف عن الحقيقة الكاملة والحصول على أثر من ابنها لتنهي حال الحداد الطويل الذي ما زالت تقيمه، ناشد الجميع من سلطات وأفراد وغيرهم مساعدة هذه الأم في الحصول على مبتغاها النبيل ولو باليسير المستطاع. أما مثيري الإشاعات والأقاويل والذين ينشرون الأكاذيب بغية ركوب الموجة أو الحصول على بعض المشاهدات، فأقول لهم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الختام، كلنا أمل في كشف أي ظلم قد وقع في قضية الشاب التهامي بناني، احتراما لروحه، وكل العزاء والاحترام لعائلة التهامي بناني، وعلى رأسهم السيدة المناضلة حياة العالمين. والسلام.